تعال اقول لك ازاي تكسب دولارات بالموبايل بس. الدولار في وقت الفيديو اللي انا بصور فيه ده دلوقتي عامل 18 جنيه و50 قرش، يعني داخل على 19 جنيه، فاي حد معاه فلوس مصري دلوقتي هو خسر 18% من القيمه بتاعتها. طبعا كلنا طبعا عارفين حمدي وفاء وزينب والناس اللي هو بتاع اليوتيوبر الكبار دول يعني، وكلهم صناع محتوى وكلهم بيقبضوا بالدولار. فانا بقى النهارده هخليك صانع محتوى وكمان فارق عن الناس التانية ب 3 4 5 درجات. ازاي بقى؟ دلوقتي صانع المحتوى بيبقى محتاج كاميرا او محتاج تليفون عشان صور بيهم. طيب تمام، لو معناش كاميرا فهو هيبقى معانا تليفون، وانا اصلا بصور الفيديو ده بتليفون والجوده بتاع التليفون حلوه وكل حاجه تمام. محتاج بقى مايك، محتاج اضاءه، محتاج ترايبود، محتاج حاجات كتيره جدا قوي وكلها مكلفه وكلها في براندات مختلفه والكلام ده. وايه ليله، انا بقى ملخص لك كل ده في العلبه دي، علبه هتخليك صانع محتوى محترف وبروفيشنال في العلبه دي فقط. تعال نشوف فيها ايه العلبه دي. العلبه دي من شركه جيم برو. جيم برو دي بقى بتقدم ايه؟ العلبه دي بقى فيها ايه؟ فيها حامل للتليفون، فيها مايك. العلبه دي فيها مايك يا جدعان، مايك للتليفون، فيها ترايبود، وفيها كمان ليد. الليد ده 50 لومت، 50 لمبه، وعايز اقول لكم قويه جدا جدا. وفي كمان 3 فلاتر لللومت دي يعني، واللي هو كل ده كده ينفع بقى للانستجرام، ينفع اليوتيوب، ينفع الفيسبوك والكلام ده. وهنا بيقول لك ان هي تنفع للجو برو، وينفع للتليفون، وينفع للكاميرا، ومن ورا كده بيقول لك اللي هي من جين برو والكلام ده. تعالوا بقى نفتحها ونشوف جواها ايه. الله يا عبد الله، بص بقى يا زميلي، ده الكتالوج عشان يقول لك تستخدمها ازاي. نسيب كده بقى الكتالوج كده على جنب بقى ونشوف ايه الحلاوه والجمال ده. ده اول حاجه ترايبود، ترايبود من البلاستيك بس جامد قوي قوي. لو فتحته هتلاقي ان كل رجل من الرجول في جوه اسيست كده، او في كده جوه حاجه مساعده علشان تحطها في التليفون وكده يعني، مثلا زي دي كده بالظبط. ده الحمل بتاع التليفون، بس هنرجع كل حاجه مكانها علشان ما نتلخبطش. وفيها كمان ريموت علشان تصور بيه، في زرار هنا كده بتربطه بالبلوتوز وتدوس عليه يشغل تصوير، يدوس عليه يوقف تصوير، تدوس عليه يصور صوره كده يعني. فجامد قوي قوي حر الريموت ده. في برده الحامل اللي هو ال ده، هقول لك بتاع ايه دلوقتي يعني. بصوا احنا بس نفتح بس نشوف ايه اللي في الباكج وبعد كده نركبه. في مايك شوتجن، مايك جامد جدا جدا. المايك ده اصلا بيتباع اصلا بره غالي جدا جدا يا جماعه. وفي كمان اللي هو ممكن تستعمله للفون وممكن تستعمله للكاميرا. لو انت هتشوف، لو انت هتحطه على الكاميرا تخليه على الكاميرا، لو انت هتستعمله للفون خليه على الفون. ومعاه كمان حجر، حجر صغير. الحجر ده هتركبه لما تكون هتركب المايك على الكاميرا، لكن على التليفون ما بيحتاجش حجره، وده حوار جامد جدا جدا. يعني انت لو هتركبه على التليفون ولا تقول لي بقى الحجر خلص ولا فين الحجر وكده، لا يا باشا، بتستخدم يا باشا على التليفون عادي خالص، وبياخد الطاقه بتاعته من التليفون. وايه بقى يا زميلي؟ ليد فيه 50 لمبه، الاضاءه بتاعته قويه جدا جدا. طبعا انت مستهان بيه، انت مستهان بيه، ولكن لو دوست كده خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. يا الله، بص عميق بقى يا زميلي، عميق ده كده كمان اقل درجه. انت ممكن كمان تعمل كده، ممكن تعمل كده، فحوار جامد قوي قوي. هقول لك دلوقتي بتركبه ازاي، وهقول لك كل حاجه بالتفصيل، ونجربه كمان عملي، كل حاجه على ارض الواقع. ودول 3 فلاتر بتحطهم على الليد علشان يديك اضاءات مختلفه، وده طبعا بتحطه طبعا عشان يبقى اللون سوفت كده، او لون الاضاءه سوفت كده على وشك، ما يبقاش كده حاد قوي قوي على وشك. غير كده اصلا انت لو ما حطيتهمش اصلا يا زميلي وخليتهم اصلا كده في وشك، انت هتتعمي اصلا. 50 لمبه صباح الفل، وانت عشان تكسب دولارات تتعمي، بعد الشر طبعا عليك يا زميلي. وفي كمان شاحن كمان للليد ده، عشان الليد ده اصلا بيتشحن عادي خالص يعني. بصوا تعالوا بقى نركبه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بص يا زميلي، ده الحامل، تمام. الحامل ده تفتحه كده لو انت هتحطه بقى، لو تتكلم قدام الكاميرا او اي حاجه يعني، ولكن هو مخصص للفلوجز بقى، اللي انت تبقى ماسك بقى كده الكاميرا وتتكلم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكده بقى يا زميلي، فاهم. انت هتجيب بقى يا زميلي الحامل ده، تقوم جايب اللي هو حرف ال ده تركبه فوق، تمام. احنا كده ركبناه بقى حرف ال، تفتح بقى الثلاث رجول دول اللي تحت، وتجيب لك بقى ايه اول مساعد ده تحت اللي هو ده. ده بتركبه بقى ايه فوق هنا، ده اللي هيتركب عليه التليفون، بيبقى شكله عامل كده. كل حاجه هتبان دلوقتي. هيتبقى لك بقى الحتتين دول. اول حته بتحط فيها المايك، تحلق كده المايك كده جوه وتقفل، بيبقى المايك بيبقى شكله عامل كده عشان وانت ماسكه يبقى المايك كده في وشك. وتاني حاجه الليد، الليد طبعا من تحت في كده مسمار، ففوق مش هينفع تركبه علشان فوق برده في برده مجرى. فتيجي هنا بقى ايه فايده البتاعه الصغيره اللي انا لسه قايل لك عليها دي، بتركب فيها الليد وتركب بقى ايه الليد فوق. وعملت السيت اب بتاعه، سيت اب محترف جدا جدا. الليد قدامك، المايك قدامك، والتليفون تحت. وتبدا يا زميلي بقى ايه تفلوج يا زميلي، وتكسب دولارات بقى. وما تنسانيش في اي حاجه يعني، دولار كده اتنين اي حاجه يعني، الحلقه دنك يعني. تعالوا دلوقتي بقى نشوف الحوار عملي ونركب الثلاثه دول، يلا بينا. ده كده الترايبود، لو انا موقف الرنجات، موقف كل حاجه، واعتبر نفسك مثلا في الشارع ودي اضاءه ايه المحلات وكده يعني. هتفلوج بقى يا زميلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، النهارده هنتكلم عن مش عارف ايه وبلا بلا بلا وكده يعني. طب انت عايز بقى تعلي الليفن شويه، هتقوم دايس يا باشا كده على الزرار اللي فوق ده،
بوم بوم حرفيا. انا كده بس انا كده متعمي بقى حرفيا. بص اصلا الفرق ما بين قبل وبعد، بص كده هقفله. بص يا صاحبي انا نويز اصلا، انا دلوقتي بيكسلات كده صغننه اصلا. خلينا بقى نفتحه. بص تبقى ماشي بقى الشارع كده يا زميلي بقى، يا الله على الحلاوه والجمال. بس طبعا انت واخد طبعا بالك ان انا تمام، تفاصيل وشي باينه وكل حاجه، ولكن انا كده هتعمي يعني، انا اصلا مش عارف ابص له اصلا. وده كمان اقل كمان اضاءه يعني، بصوا ده كده اعلى. انا بص انور بقى الشارع بتاعنا بقى خلاص يا زميلي. يجي بقى ايه بقى، يجي دور الثلاثه دول. طبعا انت مش شايفهم طبعا عشان الاضاءه قويه جدا جدا، بس ده ابيض ده برتقاني ده ازرق. تعالوا نركب كل واحد فيهم ونشوف. هنركب الابيض الاول ونشوف. ووب ده كده الابيض باين اللون بقى سوفت كده شويه. انا شايف اهو اللومات عاديه خالص، علشان انا مركب دلوقتي حاجه فوق اللومات دي، فمخليه الموضوع ايه يعني حلو كده شويه. الموضوع طبعا دلوقتي طبعا بقى احسن بكتير جدا جدا. ممكن كمان اعلي كمان الاضاءه، انا كده عليتها. مهما عليها بقى عادي خلاص، لان خلاص في هاله محطوطه قدام الاضاءه دي، فمخليه انا بص عادي خالص. تعالوا بقى دلوقتي نجرب البرتقاني ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. دي البرتقاني اهي عامله كده ايه، حاجه كده اصفره كده جميله كده، تدي كده مود كده رقي بقى. واللي هو هنتكلم النهارده عن موضوع جامد جدا جدا، وايه حوار برده جامد. تعالوا بقى دلوقتي نجرب الازرقه. مديها بقى كده ايه لون ازرق شويه، او مش ازرق خالص، ولكن اللون بتاع الابيض ده اتقل كده الحد كده بتاعته شويه وجامد بقى يا زميلي. امشي بقى يا زميلي كده بقى، الاضاءه بقى معاك والمايك بقى معاك بقى، وبص فلوج بقى ايه مدى الحياه. وتعالوا بقى نرجع للون السيت اب الطبيعي ونكمل كلامنا. اكيد شفت الفرق بتاع اللمبه، واكيد شفت الحاجه. بصوا بركب الهاله دي كده يعني، اكيد شفت الفرق ما بين اصلا لما تكون بتصور عادي وبتصور بقى بسيت اب جامد جدا جدا. الحوار بروفيشنال جدا، وحتى وانت ماشي كده في الشارع، بص يا زميلي انت هتبقى ماشي كده بقى يا زميلي بقى فاهمني، المايك بقى عندك والليد بقى عندك، والبص كل حاجه تمام بقى، والريموت كمان يعني. بصوا كل حاجه ايه مهيئه ان انت اصلا تصنع محتوى. هحاول اعمل كده سلسله للناس اللي عايزه تصنع محتوى، تبقى سلسله كده خاصه بيهم، نعمل بقى حاجات كتيره بقى، اقول لكم ازاي تمنتجوا وازاي كده. وممكن كمان ندعم كمان الناس، كمان نعمل لهم كمان شير للفيديوهات بتاعتهم وكده يعني، وندعم بقى الناس علشان تبدا تكسب دولارات. المنتج ده هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بس هقول لك بقى سعره كام. اقول لك بقى سعره؟ لا خليك تتعب شويه، انزل تحت في الديسكربشن، ادخل على اللينك وهتشوف سعره كام. وهتتصدم، هتتصدم يا زميلي، عشان السعر رخيص جدا جدا على كل ده. مايك ليد ترايبود كل حاجه ممكن تتخيلها، وبسعر اصلا بص ادخل شوف. فادخل قول لهم ان انت تبع كريم عفه، تقول لهم عايز عرض الفلوجرز، قول لهم عايز اكسب دولارات يا زميلي، بص اديني منتجات عايز اكسب بيها دولارات. وهاتوا ده كده هيبقى شكله، وهيديك كمان خصم كمان محترم. انت بس روح بس قول له انت تبع كريم عفه وهيديك خصم محترم. عندهم بقى كروما بقى وكروم الجسم بقى وحاجات، بصوا حاجات متطورين بقى، بس احنا لسه ايه على قدنا يعني، احنا لسه مبتدئين يعني. لما نبقى بروفيشنال كده شويه اكتر كمان نروح نطلب بقى كروما بقى وكده يعني. يبقى انا كده قلت لك ازاي تكسب دولارات، وطبعا الدولارات طبعا بقى يضرب بقى في 18 بقى ولا 19 بقى. خلاص يا زميلي في العلالي، في العلالي خلاص، تاخد الدولار من هنا وتنساني بقى من هنا، تنساني يا زميلي. هسيب لك لينك المنتج ده تحت في الديسكربشن، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. خلاص هانت جدا جدا يا جماعه، احنا دلوقتي داخلين على 80,000. نوصل بقى ل 100,000 بقى هيبقى في جيف اوي بقى، ونساعد بقى الناس اللي عندها قنوات جديده بقى. بص هيصه هيصه، نوصل احنا بس ل 100,000. والانستجرام بتاعه اهو، عشان بقدم هناك محتوى جامد جدا جدا، وعدي كده على التيك توك كده بالمره. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.